السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي أنا عايز أعمله في المشهد ده بعد ما جبنا المجسم تبعي وحطيته في اللعبة تبعته وأظهرت عليه الخامات وحطيت أرضية إله وحطيت عليها خامة وتعاملت مع الخامات، في عندي إشكالية إنه الولد ما بتحركش مع إنه في عليه حركة. هان في عليه حركة فيش مشاكل، لكن عمليا هان ما بتحركش لما نعمل بلي. ليش؟ لأنه هو راح يسألني يقول لي انت اي حركه بدك اياه، بدك اياه يبقى واقف لما نعمل بلاي هان، والله بيجري والله بنط والله بروح شمال والله بروح، اني حركه بدك؟ فموضوع الحركه بدها تنظيم، فهو عشان هيك مش مباشر ما جابليش الحركه، سابني انظمها. اول حاجه عشان انظم الحركه تبعتي، وهذه قصه مهمه جدا، انه انا عامل المجسم تبعي اللي جبته على المايه عباره عن حركه متواصله طويله، فيها مرات بيلعب الولد بحرك حاله، ومرات بيمشي، ومرات بيجري، ومرات بنط، ومرات واقف. هذه الحركة بدها لازم أنظمها يعني. بمعنى آخر أقسم الفيديو الحركة لمجموعة من الفيديوهات عشان في اللعبة تبعتي أقول له امشي خلاص بطل يمشي، نط، اوقف، أني حركة أعطي له فيها. فلازم أول حاجة أقسم الحركة تبعتي لمجموعة من الحركات. عشان أتحكم في الحركة تبعتي أنا راح أعلم على المجسم تبعي، أروح على قائمة أنيميشن. في قائمة انيميشن راح الاقي حاجة اسمها تراك 01، ببلش من 0 ل 900، معناته لو عملت بليه انا راح يشغل لي الفيديو من 0، من كي فريم رقم 0 لكي فريم رقم 900. الان راح اجي اقسم، اقول له اسمع انت خلي اسمك ايدل. ايدل مش هي ارب ايدلز بتيجي في التلفزيون، لا، هذا ايدل يعني واقف، يعني في حالة السكون. في حالة السكون عندنا ما بقاش واقف تماما، بقى يعني بتململ بحرك حاله. من 0 ل 208، ايش عرفني 208؟ رحت على المايه وشفته، بس انا حفظت الرقم يعني. من 0 هاي الولد بتململ ل 200، هي بتململ لحد الهان ل 208 تقريبا. فانا حافظ ايش بدي اكتب، بس ما انا في الطبيعي بفتح ملف في المايه وبشيك عليه وبسميه ايدل. بدي اضيف واحد جديد كمان فيديو ثاني، او بقول له بلاي. انا حافظ ايش اسمه، كان ووك الولد بيمشي. من فريم رقم 300 انا دائما الفريمات ببلش الحركه عندي من 100، من 300 ببلش حركه، من 400 حركه ثانيه، من 500 حركه ثانيه. فانا عارف البدايه اكيد في الميات يعني 100 200 300 400، لكن النهايه على حسب ما بذكر انه مثلا كان 325، يعني مده الحركه كانت 25 فريم. هذا شوف لو ببين معي، اعمل بلاي راح يعمل بلاي من 300 ل 325 بس. هي متواصل ولد، فالحركه صح. اوكي اعمل كمان واحد ثاني، اقف، الله يهديك، اقف كمان واحد ثاني. اجيت بعد الووك، طبعا انا بحكي لان انا حافظهم، الاصل تفتحوا على المايه وتشيكوا وتتاكدوا انتوا في ايش. الان راح اسميه ران. احنا اخر مره بلشنا من ايش، من 300، راح امشي بلش من 400. 400 الجاري تبعه بتهيأ لي على حسب ما بذكر كان 414، يعني 14 فريم بس الحركة، 414. أتأكد هاي بلي، هاي قاعد بيجري كويس ممتاز فيش مشاكل، يقف وباقي الحركات بضل ماشي معهم. أنا راح أكتفي من هان باب إن إحنا فهمنا، مش راح أضيع الوقت كتير وإحنا بنعيد فيه، علشان أعتقد لحتى الآن ما اعتمدش الشغل، يعني لو طفيت البرنامج مش راح تلاقي الكلام هذا. ولو فتحت اللي هنا راح الاقي فيديو واحد، الفيديو اللي عملناه كله لو من 0 ل 900 فريم، لكن اول ما اعمل ابلاي راح يتطبق الكلام الموجود هنا على الفيديوهات الموجوده هنا، ويصير في عندي فيديو 2 3، واحد اسمه ايدي، واحد اسمه ووك، واحد اسمه ران. تعمل ابلاي، هي قسم لي اياها، هي ايدل وهي ران وهي ووك، قسم لي الحركه تبعتي، طبق لي الشغل. اذا صار في عندي كانه الملف اللي انا جبته من المايه في ثلاث حركات منفصله، حركه الوقوف وحركه الركض وحركه الايش، المشي. طيب ما وش يعني انا كل اللي عملته بس ان انا قسمت. طيب بدي اياه يمشي، علشان يمشي لازم اعمل حاجه اسمها انيميتور. راح اجي في مكان فاضي زي هنا واقول له كرييت انيميتور، انيميتور كنترولر.
هذا بحدد فيه يمشي اول ولا يجري. طب بينفع يجري قبل ما يمشي ولا فيه له شويه لخ هاي. فانا بفتحه اسميه بلاير انيم. انا هيك بحط لي ستايل في التسميه، فانا مسميه بلاير انيم، بلاير انيميتور يعني. لو عملنا عليه دبل كليك راح يفتح في النافذه. هات وسع له بس عشان نشوفه كويس ابن المحترمين هذا، ونشوف شو قصته. الان اول فيديو بدي اياه يشتغل بدي اياه انوي نحط ايدل، نحط لي ايدل واسحب لي اياه تلقائيا. اول ما يشتغل الفيديو، اول ما تخش انتر على الفيديو راح يشغل مين هو الايدل، وقع حاله الوقوف. طب اعمل بلاي اشوفه بيشتغل ولا لا. اعمل بلاي ما اشتغلش. ها ايش ناقصني؟ ناقصني تك صغيره. هو ايش فهمه؟ انه هذا الانيميتور للاعب هذا، يمكن في عندي وحش وهذا الانيميتور له، يمكن في عندي عدو ثالث وهذا تبع مين الملف اللي عملته. فانا كل اللي بعمله بعلم على اللاعب تبعي في هان حاجه اسمها انيميتور. هي اللي بدي اياها. امسك الانيميتور اللي عملته انت وحطه جواها عشان يرتبط الملف هذا بمين؟ باللاعب تبعي. الان اعمل بلاي كمان مره واشوف انه راح يضل يصير واقف وبايش بتحرك حركه الوقوف تبعتي. هاي الولد قاعد بتحرك وهي بفرد ايديه وما فيش مشاكل والحياه حلوه. وهان بورجيني قد ايه وين انا واصل في الفيديو. لما انتهى الفيديو وقف اللاعب ما حركش حاله، يعني لما انتهى الفيديو ما عادش الشغل تبعي. علشان يعيد بحتاج اعمل شغله صغيره. روح على وين تو كنا رايحين نعلم على الولد، روح على الانيميشن هان تبعوني ذاكرينها اللي تو قسمناهم ثلاثه. امسك الايدل وقول له اسمع انت لوب تايم، حط صح يعني لما يخلص الفيديو عاود عيده، عاود عيده. وهذا الكلام راح نطبقه كمان على الووك، على المشي ما يمشيليش خطوه ويقف، ضلك كرر. هذا الكلام راح نطبقه على مين؟ على الجراي، وضلك كرر. الان لو عملت بلاي راح الاقي الولد هي ابلاي، نسيت اعمل ابلاي هنا، فهو بيقترح لي اعمل ابلاي. هاي الفيديو قاعد بمشي والولد حضرته قاعد بحرك ايديه وبحرك حاله ماخذ راحته. لما ينتهي الفيديو راح يعاود يعيده ويعاود الولد يعمل نفس الحركه ويضل يعيد فيها الى ما لا نهايه، او الى انه ينتقل لحركه ثانيه. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.